ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة منتخب مصر الأولمبي مع منتخب إسبانيا؟ مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم من جديد. سيطرت حالة من الخيبة على الصحف الإسبانية بعد تعادل المنتخب الإسباني الأولمبي أمام نظيره المصري في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. صحيفة ماركا الإسبانية عنونت مصر أحرجتنا، حيث كتبت الصحيفة: لا تتخطى إسبانيا التعادل مع مصر في مباراة كان الافتقار فيها إلى اللياقة البدنية ملحوظ جدا، وعلى الرغم من تخلي الفريق المصري عن اللعب عمليا ورأى فقط أوناي سيمون من مسافة بعيدة وكانت الكرة دائما في ملعبه، إلا أن إسبانيا لم تكن قادرة على خلق فرص التهديف سواء من ناحية اليمين أو اليسار. أما صحيفة آس فعنونت مباراة إسبانيا الافتتاحية سارت بشكل خاطئ، وتحدثت الصحيفة على أن نسبة الاستحواذ على الكرة خلال المباراة جاءت لصالح المنتخب الإسباني والذي سيطر على مجريات اللعب بنسبة 71% مقابل 29% للمنتخب المصري. صحيفة سبورت الكتالونية عنونت إسبانيا تتحطم على الحائط المصري وتبث الشكوك في بداية الأولمبياد، ووصفت الصحيفة المنتخب المصري بأنه أضعف فرق المجموعة، ولكنها وصفته في الوقت نفسه بالجدار أمام المنتخب الإسباني، حيث كتبت إسبانيا تصطدم بالجدار المصري. وأضافت الصحيفة بأن المنتخب الإسباني لم يتمكن من تجاوز نقطة التعادل أمام أضعف منافس في مجموعته على الورق. أما صحيفة موندو ديبورتيفو فعنونت إسبانيا تفشل في مباراتها الافتتاحية، ووصفت الصحيفة المباراة بأنها بداية سيئة لمنتخب لاروخا في البطولة، وأضافت الصحيفة الكتالونية بداية سيئة لإسبانيا في سابورو دوم في طوكيو بالتعادل السلبي رغم أنها كانت المرشحة أمام مصر. وقالت الصحيفة انتهى الأمر برجال لويس دي لافونتي بسقوط ضحيتين بسبب إصابة مونجويزا وزبايوس اللذين سيغيبان عن مباراة الأحد ضد أستراليا. في نهاية الفيديو شكرا لك عزيزي المشاهد، ياريت تدعمنا بلايك وتشترك معنا في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك من الجديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.